أحداث متصاعدة في بريطانيا. اليوم أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا استقالتها من منصبها بعد 6 أسابيع من توليها مهام منصبها، كما تشهد بريطانيا في أعلى مستوى لها في 40 عاماً ارتفاع معدل التضخم ل 10.1% خلال سبتمبر نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية، والذي يعتبر أكبر عامل ساهم في التضخم خلال سبتمبر، وارتفع مستوى المعيشة في بريطانيا تحليلاً لكل هذه الأحداث والأوضاع الاقتصادية في بريطانيا. يسعدنا أن يكون معنا عبر زوم الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد جامعة لندن. برحب بك دكتور. مساء الخير، إن شاء الله تكوني بخير وصحة وعافية يا رب. مساء النور يا فندم. أولا، كيف تقرأ هذه الاستقالة، استقالة رئيسة وزراء بريطانيا في ظل أصلا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة اللي بتعيشها بريطانيا وبيعيشها العالم؟ ده كلام مظبوط. بريطانيا بالذات والعالم الأوروبي بالذات، تمام، النهاردة هم دخلوا في حرب غير مباشرة مع روسيا بمساعدة أولا أوكرانيا، فده النهاردة، وكان لم يتوقعوا إن الأمور الاقتصادية تسوء بهذه الحالة. لندن مرت بحاجتين مهمين خطرين على الاقتصاد البريطاني. نمرة واحد، بوريس جونسون تزعم خروج لندن من أوروبا، وده كان ليه تأثير اقتصادي كبير. اثنين، بوريس جونسون عشان يغطي المشاكل الاقتصادية بتاعته زق إنجلترا بطريق غير مباشر وبريطانيا مع الأمريكان في استفزاز روسيا وبدخول بحرب مباشرة مع أوكرانيا. وللأسف الشديد، تمام، نتيجة ده إن العالم الأوروبي بيعيش النهاردة، ده عالم أوروبي كل اللي بيعملوا تصنيع، صناعة، عندهم صناعة وعندهم تكنولوجيا، بيستوردوا تقريبا 90% من موارد الأكل بتاعهم بيستوردوها من خارج المنطقة الأوروبية. روسيا وأوكرانيا هم كانوا بيمولوا نسبة كبيرة، روسيا بتمولهم بنسبة 80% من الطاقة اللي هم محتاجينها، لأن ده شعوب بتاكل طاقة وتعيش طاقة وتقوم بطاقة، الطاقة دي من أهم حاجة موجودة للدول الأوروبية لأنها دول صناعية. النهاردة روسيا بتعاقب قطعت الطاقة عن المنطقة الأوروبية فيها، فبدأوا النهاردة تحصل ارتفاعات خطيرة غير متوقعة في الغاز، وتبقت الارتفاعات بقت متوقعة في الكهرباء، وده أثر على الإنتاج بتاعهم وأثر على المواصلات بتاعهم اللي موجود. نتيجة هذا حصل في تضخم اقتصادي خطير جاي ناتج من الخارج وليس من داخل الدول دي، علشان الدول دي منتجة أو الاقتصاد بتاعها مزدهر. ما كانش يمكن أبدا البنك المركزي أو البنوك المركزية تقوم بهذا الشكل وترفع أسعار الفايدة. نعم. فهم مشيوا وراء أمريكا. أمريكا رفعت أسعار الفايدة عندها لحاجة مهمة. أمريكا خلال الكورونا فيروس طبعت 9 تريليون. التسعة تريليون دي أمريكا عشان تدخلها في النظام المالي والنظام الاقتصادي الأمريكي كان لازم تخلق مواجهة غير مباشرة أو حرب غير مباشرة تمول بيها الأسلحة بتاعتها لبلد تانية. فكان المخطط هنا، تمام، إن استفزاز روسيا من خلال أوكرانيا، إن تخلي أوكرانيا تقول إن أنا عاوز أنضم للناتو ونحط صواريخ على أوكرانيا، وده كانت حاجة لن تسمح بها روسيا. فهنا بدأت الحرب ودخلت فيها. أوروبا
جريت ورا امريكا ولم تحسب الاثار الاقتصاديه الخطيره اللي موجوده. صحيح. طيب دكتور محسن، يمكن بما انك ذكرت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، يمكن كان هناك مقال في الفاينانشال تايمز وفقا لاحد الخبراء بيقول ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هو ليس التحدي الاهم الذي يواجه صانعي السياسات البريطانيين، ولكن هناك ركود طويل في الانتاج والدخول، وذكر هو ساعتها انه ده من عام 2004 حتى عام 2019 هناك ركود في الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام بالنسبه طبعا للاقتصاد البريطاني، وليس حتى يعني ازمه كورونا اثرت فيه، ولكن من قبل كده. لا، انا مش موافق مع عليه في هذا الوضع. ان انجلترا فيها ازدهار اقتصادي عالي، تمام، في الفتره اللي هو بيتكلم عليها ده، وانجلترا عندها دخل عالي نتيجه التصنيع بتاعها. ونتيجه انجلترا كانت بتعمل ايه؟ انجلترا النهارده في النظام البانكينج، ولما هي كانت موجوده ضمن اوروبا، لندن كانت هي ثاني اكبر، تمام، عاصمه استثماريه، تمام، للمنطقه البنكيه للعالم في انجلترا. انجلترا كانت بتعمل، لندن كانت بتعمل حوالي في حدود 200 مليار تداول يومي في البورصه والنظام المالي. انجلترا كان بيخش لها سنويا فلوس جديده داخله للاستثمار حوالي فوق 130 140 مليار جنيه استرليني، بيخشوا استثمارات جديده موجوده. الاستثمارات دي بدأت تقل من ساعة ما بدأت أوروبا، إنجلترا تخرج من أوروبا. أكثر البنوك الاستثمارية بدأت تحول، تمام، التداول بتاعها والبنوك بتاعتها لعاصمة تانية وهي فرانكفورت، تمام، ألمانيا وجزء من فرنسا. دي قلل من الدخل المالي البنكينج اللي بيخش للعاصمة البريطانية نتيجة خروج انجلترا من اوروبا بالنظام البريكزيت. فكلها كانت قرارات سياسية خاطئة، قرارات سياسية ضد الاقتصاد البريطاني. الاقتصاد البريطاني ظهرت ليه مشاكل كثيرة من يوم خروج انجلترا من اوروبا. امريكا وعدت انجلترا، او ترامب لما كان في الحكم وعد بوريس جونسون، لما انجلترا تخرج من اوروبا هو هيعوضهم باستثمارات وتجاره مباشره في حدود 300 مليار دولار سنويا. ترامب لما خرج وجه بايدن الحاجات دي ما حصلتش، تمام. فبدات النهارده تشهر مشكله تجاريه ومشكله اقتصاديه كبيره، فانجلترا بدات تدور على اسواق اخرى للتجارة والتداول خارج نطاق أوروبا. كمان إنجلترا كلفتها خروجها من أوروبا، تمام، حوالي 70 مليار جنيه استرليني عشان تخرج من، أو 70 مليار يورو بالظبط فيها. فدي مشاكل اقتصادية متاخدة من السياسيين وليس الاقتصاديين. فمهما حصل، لو كان اي رئيس وزراء تاني جه غير ليز تراست كانت هتحصل له نفس المشاكل. ليز تراست اخطات خطا خطير لما هي وعدت في النظام المالي، في النظام الانتخابي بتاعها، انها تقول ايه؟ النظام الانتخابي بتاعها في ليز تراست قالت ان هي هتقلل الضرايب، هتدفع فلوس لنسبة لمدة 3 سنين لتعويض الارتفاعات الغاز والكهرباء لكل بيت من البيوت اللي موجودة هناك. كمان قالت إنها هتقلل الضرائب على المنشآت التجارية والصناعية اللي موجودة، ونزلتها من 25 ل 19%. طبعا ده اكيد بشكل او باخر انعكس بشكل كبير جدا على معيشه حياه المواطن البريطاني واسعار الغذاء والطاقه، وطبعا يعني الازمه الروسيه الاوكرانيه انعكست ايضا على كل اقتصادات الدول ومنها بريطانيا، اللي وصلت لاعلى
يمكن معدل تضخم خلال الفترة الأخيرة 10.1%. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل دكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد جامعة لندن، شكرا لك.